الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هناك أموال يتصور بعض الناس وجوب الزكاة فيها، والحق أن الزكاة لا تجب في هذه الأموال. أذكر بعضا منها. أول هذه الأموال، كل مال أعده الإنسان للاقتناء والاستعمال، حتى لو كان عنده مثلا أكثر من سيارة، أو عنده مئات الثياب، أو عنده مئات الأواني أو الأجهزة الكهربائية، أو أكثر من بيت لا يقصد فيها إلا السكن، فكل هذا لا زكاة فيه. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. والقياس على العبد والفرس أيضا كل ما أعده الإنسان للاستعمال، فلا تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد من ذلك التجار بها.